السلام عليكم ومرحبا مجددا لمتابعة فورمي نيوز لهذا الأسبوع. تسهيل وصول العمال الأجانب ذوي الخبرة والكفاءة العالية إلى دول الاتحاد الأوروبي وإلى إيطاليا وتحديد شروط موحدة لدخولهم وإقامتهم، كل هذا يعني كذلك إدخال نوع جديد من أذونات الإقامة ويطلق عليه البطاقة الزرقاء أو بلو كارد. وفي هذا الاتجاه مضت الحكومة الإيطالية خطوة إلى الأمام بإجازتها لمسودة قانون خاص بهذا الشأن، ويسهم المرسوم الجديد في عملية تفعيل أهداف اتفاق لشبونة حول قضية التنمية المدعومة بخلق فرص عمل متخصص وجديد. وكما يجدر بالذكر أن الهدف هو تقدير دور الهجرة الشرعية في تقوية الاقتصاد وذلك بزيادة التنافس ما بين الشركات والمؤسسات الصناعية. تقع علينا المسؤولية في مواصلة تنمية روح الحوار والتسامح التي تستند على الدستور. هذا هو الطريق الذي تقترحه وزيرة الداخلية أن ماريا كانشليري حول قضية الهجرة في إيطاليا، وذلك في خلال مخاطبتها للمؤتمر الدائم حول الدين والثقافة والاندماج الاجتماعي. ويتعلق الأمر هنا بالجهاز الاستشاري الجديد للحكومة الإيطالية الذي طالب بتأسيسه وزير الاندماج الاجتماعي أندريا ريكاردي. وأضاف ريكاردي ما ينوي عمله هو الوصول إلى روح تسامحية تتأسس دستوريا وأن لا تتترجم باللامبالاة والموافقة غير الانتقادية للشخص الغريب. ويتطلب هذا مقدرة بناءة تتعزز بها الفكرة العلمانية للدولة الديمقراطية القائمة على قيم الحرية. يستضيف إقليم لومبارديا ربع عدد المهاجرين في إيطاليا، إذ يبلغ عددهم فيها 1,300,000 مهاجر. جاءت هذه المعلومات ضمن التقرير 11 لجهاز المراقبة الإقليمي حول اندماج المهاجرين والتعددية الإثنية. وحسب هذه الدراسة فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد انخفض كثيرا، وتوقف الرقم عند 116,000 مهاجر غير شرعي. كما ارتفع عدد الذين سجلوا في المجالس البلدية من 70% في العام 2001 إلى 83% في العام 2011 و2000، بينما بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية في لومبارديا 15,000 شخصا. ويجدر بالذكر أيضا ازدياد عدد الذين يمتلكون مساكنا، وبينما تبلغ نسبة العطالة الأجنبية 14% من بين الذين لهم عمل دائم. في ترينتو أيضا يساهم المهاجرون في تحديد العمر المتوسط لسكان المقاطعة، فقد بلغ متوسط عمر الأجانب 31 عاما ونصف العام، بينما يبلغ متوسط السن بالنسبة للإيطاليين 44.6 عاما. وبشكل عام في نهاية العام 2011 بلغ عدد المهاجرين الذين يقيمون في مدينة ترينتو 13,500 شخص، وذلك بزيادة راوحت 500 شخص مقارنة بالعام 2010. أما درجة النمو خلال الأعوام القليلة الأخيرة فقد تراجعت بعض الشيء. جاءت هذه المعلومات عن مكتب الخدمات الإحصائية التابع لبلدية ترينتو. ونشير إلى أنه يقيم في عاصمة مقاطعة ترينتينو 141 جالية، وأما الجاليات الأكثر عددا فهي الجالية الرومانية والجالية الألبانية والجالية المولدافية. تحت النشرة، في أمان الله.